صنعت من نفسها نموذجاً عظيماً للفتاة العربية. اختارت العمل الشاق في مهنة لا تصلح سوى للرجال من أجل الحصول على قوت يومها ومعاونة قرينها. أصبحت أيقونة ورمزاً يشار إليه بالبنان. ماذا فعلت؟ سيدة سورية تحدت المستحيل ببقائها في مصر بعد أن تفوقت على آلاف الرجال وقبلت العمل في مهنة قاسية من أجل الحصول على الرزق اليومي، وقررت أن تتشارك المسؤولية مع شريك العمر. فماذا فعلت هذه السورية؟ ولماذا احتفت بها وسائل الإعلام المصرية؟ وكيف طبقت نظريتها الخاصة في التسويق؟ بطلة الحكاية سيدة سورية اضطرت إلى مغادرة سوريا واللجوء إلى مصر تحت وطأة الظروف السياسية والاقتصادية. اختارت الطريق الصعب وقررت أن تقف بجوار عائلتها بتلك الطريقة. فماذا فعلت؟ السوريات يتميزن بقدرتهن على تحمل الظروف القاسية والتوصل إلى حلول لأصعب المشكلات، خاصة الاقتصادية منها. أينما وجدن يستطعن تحويل المحن إلى منح وتبديل أوضاعهن سريعاً من محاولة سد الاحتياج للمطالب الحياتية اليومية إلى تحقيق ربح ونجاح كبيرين، بشرط أن يكون العمل مناسباً ومشروعاً. المواطنة السورية فاطمة الزهراء أكبر دليل وخير نموذج للسيدة السورية الناجحة، حيث صنعت من عيشها في مصر قصة ملهمة تتحاكى بها الأجيال. نعم، لقد حققت إنجازاً كبيراً، وتهافتت عليها وسائل الإعلام لإجراء المقابلات معها والتعرف على قصتها عن قرب. فاطمة الزهراء كانت تسكن في المملكة العربية السعودية وارتبطت برجل مصري عام 2015، لكن سرعان ما تبدل الحال حيث قرر قرينها العودة إلى وطنه مجدداً والاستقرار هناك في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومن هنا بدأت رحلة الكفاح. لقد حدث ما لم تكن تتوقعه الزهراء. دبت الخلافات والمشكلات بينها وبين شريك حياتها، لكنها رفضت الانفصال وقررت البقاء في كنف ولديها لتربيتهما. من هنا بدأت السيدة السورية رحلتها الشاقة في البحث عن فرصة عمل مناسبة، لكنها لم تجد سوى العمل في شأن توصيل الطلبات للمنازل مقابل مبلغ مالي. داخل مدينة بور فؤاد التابعة لمحافظة بور سعيد، وافقت الزهراء على الفرصة الصعبة وبدأت تدرس جيداً شوارع المحافظة ومعالمها حتى أصبحت على يقين ودراية بخارطة المدينة. بدأت تمارس عملها على دراجة كانت اشترتها للرياضة. ظهور السيدة السورية على دراجة في مهنة غير مألوفة للنساء في مصر جذب الانتباه ناحيتها، والتقطت عدسات المصورين صوراً لها، وأجرى الصحفيون مقابلات للتعرف على قصتها من قرب. لقد أصبحت الزهراء من أكثر المميزين في مجال عملها الجديد، وأثبتت كفاءة وجدارة منقطعة النظير وغير مسبوقة، هذا بعد أن تحدت ظروفها وتغلبت عليها. وربما ساعدت الظروف الزهراء قليلاً مع بداية عملها في مجال توصيل الطلبات الأزمة الصحية العالمية عام 2019 ساهمت في تزايد الطلب عليها. بدأت الزهراء آنذاك في العمل مع تجار الملابس، ووسعت نشاطها للعمل أيضاً مع المطاعم، وحققت شهرة واسعة لتميزها في عملها.